الذين أنا فاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما شرقا غربا شمالا وحتى جنوبا، دائما بلاطوهاتنا مازالها متواصلة معكم أكيد. ونعود نجدو ترحيبنا بكل من التحقوا بنا الآن، ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم وأهلكم بكل خير وصحة وعافية يا رب. إذا نروحوا مع بعض نستقبلوا ونستضيفوا ونرحبوا بزميل في القناة اللي هو السيد عبد الحليم منصور، ونقول لك صحة عيدك وكل عام وانت بخير. شكرا زميلتي هاجر وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. شكرا ان شاء الله. وكذلك البرعم الصغير ما شاء الله اصغر مصور في الجزائر، احكي لنا واسمك. اسمي انس تريدي، عمري 11 سنه، مدرسه اولى متوسط. الله يبارك. وكيفاش تعلمتي الكاميرا؟ كنت نصور، انا في الحقيقه كنت نصور بالهاتف. ايه هكا في عمرك 5 سنين و5 سنين. ايه ما شاء الله. من بعد العام اللي فات شرى لي خالي كاميرا. ايه درت دورة ومن بعد بديت نصور بها، تعلمت كيف نصور بها. تعرف تحكم الزوايا، تعرف لي باغامات. اعطينا زعما ابيكري هكا شويه اعدادات. واش تعلمت في الفورماسيون كي درتها؟ تعلمت كيفاش كيما نقولوا نسقم الايزو الشاتر سبيد وفتحه العدسه وكيف ندير الكاليتي تاع الكاميرا. ايه الى غيره. ما شاء الله ما شاء الله. ايه كذلك المونتاج ونخدم لي فيديو. ما شاء الله ما شاء الله. هذا نجيبوه يخدم معنا حيتي يعني مفهمين حق لك، هذا نجيبوه يخدم معنا في القناه ان شاء الله يا ربي. نعاود نولوا ليك سيد رضا زميلنا زميل قناه الجزائر عنوان، ربما كيفاش تجوز عيدك؟ والله الحمد لله جوزو كباقي الامه الاسلاميه، يعني بدنا التغافر بعد ما صلينا صلاه العيد، وحنا بدنا التغافر وحنا زمن الاقارب. وإطلالتك راهي جميلة نهار اليوم. شكرا شكرا جزيلا بفضل ربي سبحانه وبفضل كل يعني الطاقم تاع قناة أنوان، نحييهم كذلك. شكرا شكرا لك. ويلا أنا نعاود نولي للبرعم أنس. ياك أنس، أنس قول لي صمت رمضان كامل؟ لا ماشي كامل. صغير هو وصليت التراويح. ما شاء الله هذا واش اللي نحوس. واليوم في العيد كي رحت قبلت وكان طوق دراهم شحال لميت شحال؟ ما نحوس انا على دراهم. ها تحوس برك تغافر الاهل تاعك. هذا ما كان راجل كبير بيجي اسم صغير هكا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. واش تحب تاكل في العيد الحلويات؟ نقولوا تشارك تشارك انيس تشارك. دوك يعيطوا لك، قاعدين يعيطوا لك انيس تشارك تضحك. نعاود نولي لزميلي رضا. ربما رضا كيفاش تجوز انت اليوم الاول من العيد مع الزوجه والاولاد؟ اليوم الاول تاع عيد بعد التغطيات اللي قمنا بها تاع العيد وخرجنا في الميدان، اليوم روبون اليوم ما نخدموش. بعد ما سمح لنا سيد المدير ابراهيم نحيوه عامر يعطيه الصحه نحيوه، اليوم احنا نعيد نعيده كباقي الأمة الإسلامية و ضيوف في القناة مع الدار مع العائلة مع الأبناء في الدار نعيده مع الحلويات أكيد. ورضا وش يحب، وش من نوع يحبه في الحلويات؟ نحب تشارك. تشارك تشارك هو قال تشارك تاكل تشارك. نحب تشارك. الله يبارك. نحب نفيزو تشارك العريان وتشارك الله يبارك. اذا ربما نعاود نقولوا الانيس. انيس 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 كيف تجوز العيد تاعك؟ نورمال كيما باقي الناس، نروحوا نقبلوا على الناس، نزوروا الاقارب كيما خالتي واخوالي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. انيس تقدر دير لنا فوطو هنايا في البلاطو؟ نعم. هيا روح دير لنا فوطو صورة، وانتم مشاهدينا الكرام راح نوري لكم هذه الصورة ان شاء الله. ما شاء الله شوف شوف كيفاش يشدها كاريزما. ها هاكا مليحة وهاجرة يشبه. ما يبارك لك. وطلعتوا تاني حكمتوا وحكمت هذه الانوان تاع الشيف مبابي. زيد احكمهم احكمهم. ايه ونزيدو الضيف تاعنا اليوم الزميل تاعنا باش نوريهم مشاهدينا الكرام.
هاي الله يبارك الله يبارك ما شاء الله محترف. ورينا بك ورينا بك فخرجت شنا شوفوا بك فخرجت بعد نزيد نوراهم مشاهدينا الكرام وري الله الله إيه ما شاء الله الله يبارك الله يبارك محترف بإضاءة عالية ثاني هذه لازم تكون المخرجة باش توري لهم بعد إن شاء الله كي نكملوا توري المخرجة ياك روح تفضل يلا تفضل ما شاء الله ربي يحفظك يحفظكم إن شاء الله. إذا نظم رضا ككلمة ختامية اليوم إهداءات لك موجههم. أنا قبل ما نقدم كلمة ختامية نشكر الحلاق اللي تهلا فيا اليوم بفضل ربي وبفضل القناة يعني راك شباب الله يسلمك ما قلتيليش من قبيلة عماد المايسترو الحلاق المايسترو البربر تاع الدوزي باب زوار نحييه هو وليكيب تاعو تهلاو فيا يعطيهم الصحة ربي يحفظهم الأنا قال يقدمها لي يعني وما ننساش نشكر كذلك نعم كما كتشوفي الله يبارك هاو بلاطو متنوع بالحلويات ما شاء الله ربي يحفظنا من العين ان شاء الله الحلويات يعني اللي ساهموا معنا في الحلويات بقلاوه تاع الباي بقلاوه الباي بالزوار وحلويات الشيف سوريكان يعطيهم الصحه ربي يحفظك يداو فينا الثقه وحبوا يعيدوا معنا في القناه ورحبوا بالقناه من خلال يعني اعمالهم وراهم صدقيني راهم بزاف يتبعوا القناه و اي واحد اتصل بي يقول لك انا شرف ليا باش نكون مع القناه الحمد لله نشكرهم هذا المنبر محترمه هذه تدخل كل البيوت الجزائريه جسمهم يتبعوا فيها ونشكرهم هذا المنبر على المجهودات اللي مقيمين بها يعني شكرا ونقول لهم صحه عيدكم ونقول صحه عيد الزوجه تاعي والابنه تاعي ماريا غانيه والابن تاعي محمد يعقوب وكل مرضى ربي شافيهم وكل زملاء من وسائل الاعلام ما ننساش كذلك السيد المدير تاعنا ابراهيم عامر اللي عطانا الفرصه وزملاء اللي هم حاضرين معنا الكاميرامان نوال رؤوف ايمن نسيمة ما ننساوش نسوق هي الصح هي الكريزه ركيزتها ما شاء الله ربي يحفظها نسيمة ثاني نقول يعطيك الصحه الاخراج الرائع تاعها اللي تحاسبنا في كل لقطه يعطيها الصحه راهي دارت مجهود نهار كامل وهي واقفه معنا صح يعطيها الصحة يعني مشي سهل يعطيها الصحة شكرا يعني كل ليكيب ان شاء الله نسيناهم يسمحوا لنا شكرا شكرا ليكيب الله يبارك هاي كبيرة بزاف يلا نعاودوا شكرا لكم انتوما جميلات الشاشة يعني ربي يحفظك الله ينورك وأنيس نورتوا الشاشة وأنيس وش يقدر يقولنا صحة عيدكم كامل الناس الجزائريين ونشكر الوالدة تاعي باسكو هي اللي دعمتني بزاف ودارتني في الديجا في دورة تاع كاريزما الصوت والتعليق ما شاء الله تعرف دير تعليق ديرنا حاجة في التعليق يلا يلا ما تحشمش يلا ما تعرفش مازال ما تعلمش تحشم يحشم يلا معليش ماشي مشكل يلا معليش كلمة ختامية صحة عيدكم ونشكر قناة الجزائرية أنوان ونشكر المنشطين اللي راهم معايا دوكا المنشطات المنشطات الرائعين اللي عرفوا كيف ينشطوا هذه الحصه ربي يعني يحفظك الله يحفظك انت الاروع نقول هو الاروع انت الرائع اليوم في القعده ونشكر الاستاذ رضا باسكو هو اللي قال لي روح معنا لهذه الحصه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي جميل جدا هي انه نلقاو يعني فئه يعني الله يبارك هذا الصغار عدنا تزاير وشاكيرا يا بلادي العزيزه والحبيبه ان شاء الله ربي يكثر من امثالهم ان شاء الله. اذا مشاهدينا احنا رايحين على جينجل ونعاودوا نرجع لكم